أما المغاربة فأنا أعرفهم حق المعرفة وأفتخر بهم، فليسوا أكباشا، والله لو علموا أنني أسيرهم كما يسير بعض القادات شعوبهم كالأكباش والله لما أطاعوني، والله لو علموا أن شخصا أو هيئة سوف تسيطر عليهم والله لأخذوا أسلحتهم ولاعتكفوا في المساجد ولفروا إلى الجبال حتى يبقوا كما كانوا دائما شعبا حرا لا يريد أن يسير بل يريد أن يخير. جنة 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 المغرب يا وطننا، جنة يا وطن يا بتراب، يا وطن يا بتراب، حد كمان مرة جنة جنة. الله يكون في عون حرجة، ولكن اللي كيشوفوا وجه صاحب الجلالة كنلاحظوا بأنهم يبتسموا لأنهم يحسوا بالطمأنينة وبواحد الرعاية، يعني وفي الحقيقة هذا افتخار بنا. يعني اليوم احنا أنا شخصيا كنحس بواحد الافتخار وواحد الاعتزاز، والله يجعل هذا الوطن يمشي إن شاء الله يعني من حسن إلى أحسن تحت القيادة السامية صاحب. اللهم آمين. أستاذ جلالة الملك حفظه الله يتبرع بالدم، التفاتة كريمة من جلالته، تجسيد لعناية جلالته السامية وتضامن جلالته الكامل حفظه الله مع الضحايا، هي لحظة تضامن تعبئة شعبية مغربية بقيادة جلالة الملك نصر الله. لحظة لشمة مطلقة. قبل أن نكون رجال دولة نحن وطنيون مغاربة ونحس بما يحس به صاحب الجلالة. وكما قال سيد كومات وكما أفدتم كذلك، شوف الفرحة اللي دخلت على وجهها قفلة في الإنعاش. في الإنعاش ابتسامة فرحانة، نسات المرض ديالها، نسات كل شيء، لأن شاف صاحب الجلالة. باش كتشوف الناس باش كيصفقوا، سواء الممرضين سواء الأطباء، وكنساو بعض المرات الممرضين كيكون عندهم دور كبير، كيفاش بقاو تيصفقوا الناس اللي برا دخل سيدنا الله ينصرهم وبقاو تيصفقوا. المغاربة كيبغيو ملككم، نقولوها بالدارجة، وكنبغيو كاملين ملكنا، وعندهم الثقة والمصداقية التامة في صاحب الجلالة، وباش كيعطينا صاحب الجلالة أوامر ديالو السامية كاملين كنمتثلو، كاملين كنمتثلو. ولا بغينا نهضرو حتى بجانب علمي محض، ونحطوا الأولويات والأبجديات ديال تدبير أي أزمة. أول نقطة تدبير الأزمة هي إعطاء أولويات، وما قام به صاحب الجلالة. في الدقائق الأولى كما تفضلتوا سيد كومار، الدقائق الأولى في اللحظات الأولى، وبعد ذلك في البلاغ ديال الديوان الملكي اللي كان بين شنو هي الأولويات، سواء المسؤولين اللي كانوا حاضرين أو لنا جميعا كمغاربة. الأولويات واضحة هي إنقاذ الأرواح، وفعلا ربي سبحانه وتعالى كان حليم بينا، لأن مزاد بربش نزال مدن كبار، ولكن حنا ما كنزيدوش في الارواح، كل روح لكل مغربي ومغربي الا وعزاد على الله وعز علينا كاملين كمغاربه. والانقاذ ديال كل روح تحت الارض انقاذ الا هو مهمه، وهذه التوجيهات اللي كنعطيها سيدنا الله يسرو. وكذلك الاستشفاء والاحتضار ديال المنظومه الطبيه اللي اليوم الحمد لله كنشوفوه فيها وفخورين بهذا الشيء اللي تنشوفوه فيه، ولكن كذلك صاحب الجلاله رجل دوله كبير، كاين الجانب الانساني، كاين الجانب ديال الاستشعار وديال ديال كيشاطر. شفنا الاسى ديالو نهار السبت، الاسى ديالو والحزن ديالو، وكنفداتي الان والقرب ديالو الشعب ديالو كنشوفوه اليوم، كنفداتي الان رجل دوله كبير، عطى اوامر لوجيستيك اللي تكلمنا عليها الاستراتيجيه، من دابا نبداو اعاده الاعمار، من دابا العوده ديال الحياه الطبيعيه، من ماء، من كهرباء، من تليفون، مجموعه من الامور، وكذلك اعاده ديال البناء من دابا كنبداو نوجدوا ليها. هذه القوه ديال المملكه المغربيه ديال الدوله اللي عندها 14 قرن، كاينه استمراريه، كنعرفوا راسنا اش كنديروا، كاينه وجهه، كاين الناس اللي مدربين على هذه الامور هذه. وكنرجع لواحد النقطه اللي مهمه جدا، وشفنا كامل البلاغ ديال وكاله المغرب العربي للانباء ديال لاماط اللي خرج اليوم، ديال ان كيفاش ان مجموعه من الفرق ديال الانقاذ اللي حاضره في المغرب، خصوصا في الاسبانيين، للمنسق ديالهم العام تيقول انه نحن لا ندهش، لا
من دهيش المستوى العادي ديال الفرق المغربية اللي تشتغلها 72 ساعة تبارك الله أو أكثر بإمكانيات مغربية بخبرات مغربية في أرض الواقع، خبرة كبيرة مع ذلك التدبير على المستوى العالي أزمات، وكاين كذلك المستوى التدبير والمستوى المنظومي ديال كمؤسسة كدولة كمجموعة من القطاعات اللي كتشتغل يد في اليد بتنسيق تام، وفي ذات الآن عندها دراية بأرض الواقع، عندها دراية بالحاجة ديال المواطنين، عندها دراية بالجغرافية، عندها كذلك رغبة كبيرة في المساعدة اللي كتطبقها في أرض الواقع. نعم. استاذ كومات، وانت كتتابع معنا هاد الصور، جلالة الملك حفظه الله يتبرع بالدم، التفاتة كريمة من جلالته. وهذا في الحقيقة صاحبي، وعودنا على مثل هذه المبادرات السامية، بحيث انه كان يعني في الأزمة ديال الكوفيد صاحب الجلالة ايضا كان من السباقين من الاوائل اللي تبرعوا بالدم ديالهم. صاحب الجلالة في الحقيقة هذا الجانب الانساني والجانب اعطاء يعني الأهمية الكبرى أولا للإنسان، يعني الإنسان واللا مادي، يعني الاقتصاد والماديات يمكن تطور، ولكن اللي كيبقى العمق ديال البلاد والأصالة ديال أي بلاد هي العلاقات الإنسانية. وصاحب الجلالة شو الملك زيادة؟ شو الملك الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية. تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية. فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعامة، وكذا التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة. كما تجسد زيارة صاحب الجلالة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك حفظه الله ضحايا زلزال الحوز، وتكرس التكافل القائم بين جلالة الملك حفظه الله وشعبه في السراء وفي الضراء، بما يمكن المملكة المغربية من تجاوز الأزمات والتطلع إلى المستقبل بإقدام وبعزم. أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية؟ ولو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، شيدها سيدة مغربية هي فاطمة الفهرية. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب. حياكم الله يا أهل المغرب. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، آمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، آمين. وعافنا من كل بلاء يا عظيم، آمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، آمين.
وشفاء صدورنا. آمين. ونور لأبصارنا. آمين. وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. آمين. ومغفرة لذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. آمين. وقضاء لحوائجنا. آمين. وسائقنا وقائدنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. آمين. صدق الله العظيم.